مين اجى اسم درج؟ وقتها كان اكو صورة انه مجموعة من الكتب وبصفها حذاء كعب عالي بارتفاع هذه الكتب. فجت فكرة انه كل ما تصعد على مجموعة من الكتب فانت دا ترتفع درجة بالعلم والمعرفة، فجت من كلمة درج او هي الباية اجت فكرة المشروع. طيب ليان، احنا عرفنا شنو فكرة درج، طيب ايش وقت تأسس درج؟ المشروع بلش قبل سنتين ونص، تحديداً شهر الثاني سنة 2018. شلون انطلق بالبداية؟ انطلق انه هو كان عبارة عن نقاط لبيع الكتب داخل الكافيهات والمطاعم. ليش الكافيهات والمطاعم؟ كان استهداف لتجمعات الشباب بهاي المكانات. بلشت بخمس نقاط بيع داخل الكافيهات والمطاعم، وهمنا لأنه كانت بسبب أنه غلاء الإيجارات والعقارات، فكانت هاي خطة بديلة حتى أبلش برأس مال أقل. من بعد سنتين من استمرارية المشروع قررت أنه يكون أكو مساحة خاصة لدرج، وافتتحنا يوم 1/1/2020 المقر الرئيسي للدرج اللي هو عبارة عن مكتبة إضافة إلى قاعة لعقد الأنشطة الثقافية الخاصة بالمكتبة. إضافة كل هذا بلشنا بمشروع الطباعة والنشر. من بعد شهرين من افتتاح هذا المكان لسوء الحظ فتنا بأزمة كورونا. هنا صار عندنا تحول بعملية تواصل ويا الزبون أو ويا القارئ أو ويا الكاتب. لهذا أول شيء تأثر أنشطتنا الثقافية، فتحولت بالكامل من أنه على الأرض أو من القاعة أو داخل المكتبة صارت على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي.